توشك ثورة تشرين في العراق أن تنهي شهرها السادس، وما زالت الأصوات المطالبة بالخلاص من نظام المحاصصة الفاسد مرابطة في الساحات لاستكمال المسيرة التي ابتدأت في خريف 2019 لتمر بشتاء قارس قبل أن تصل ربيع 2020 بعزم متواصل على التغيير. أنت تعرف بعد الحكومة قضيتها سقط المظاهرات، لأن إحنا متظاهرين ضدهم، لان احنا يعتبرونا احنا معارضين، واحنا صدق معارضين. هاي حكومه الفساد وذولا، فاحنا ما لنا غرض بالقصف الامريكي والقصف الايراني. احنا قضيتنا نريد وطن، نريد عراق حر. يريدون اي سبب حتى يضربون بالمتظاهرين، فلهذا حاليا اذا تشوفون بخلاني يوميه ضرب وبشتى انواع الاسلحه يعني. وان شاء الله يعني احنا اللي نريده انه كافي شهداء تروح وكافي ناس تروح من عندنا، نريد نستمر بثوره سلميه، يعني هم يكونون سلميين. حاولوا يفرقونا بكل شيء، زرعه مندسين، مسيل دموع، طلق حي، صدشين، كل انواع القمع، كلها تهديدات ما تهمنا ولا اصلا مفكرين بها ولا ببالنا، وما يقدرون يفرقون الاعتصامات. اصرار على استكمال طريق الثوره رغم كل عمليات القمع التي ما زالت مستمرة، لا سيما في ساحة الخلاني التي كانت مسرحا لهجمات حكومية وميليشياوية متواصلة طوال الأسابيع الماضية. سبب الاعتصامات اللي احنا جاي نسويها، احنا اعتصاماتنا السلمية، وهم جاي يطلقون علينا الغاز ويقمعون بينا. لما نكون حالة دفاع عن نفسنا وندافع عن منطقتنا وندافع عن التحرير، راح ياخذوها فكرة انه هم اللي جاي يحمون المنطقة وجاي يحمون الشوارع، فالعكس صحيح. تفشي فيروس كورونا في العراق وتردي الإجراءات الحكومية في التعامل مع الوباء لم يمنع من استمرار التظاهرات، لكن مع مزيد من الحرص وأخذ الاحتياطات الصحية للحفاظ على سلامة المتظاهرين ومنع الانتقال العدوى. كإجراءات وقائية احنا اتخذناها في ساحة التحرير، اتخذنا إجراءات تعقيم وتعفير لخيمنا ولإخواننا المتظاهرين الموجودين الثارين في الساحة. حصلنا نفسنا باستخدام الكحول كمعقم، ونستخدم الجفوف ونستخدم الكمامات وتطهير كل نصف ساعة، ونباشر بحملات تعفير على الخيم. فيروس كورونا ليس أخطر من قمعهم وقتلهم، ممكن التعامل إياه على أنه فيروس، والفيروسات ممكن التصدي لها من خلال وسائل التطهير، رغم أن الفساد أضعف مؤسسات الدولة بما فيها قطع الصحة. الكورونا أبد ما تنهي الاعتصامات، لأنه إحنا بالوقت اللي موجودة بالاعتصامات نوفر لهم معقمات وجفوف وكمامات. مزيج من الوعي والثبات يعطي زخماً إضافياً للثورة. متظاهرون عمادهم الشباب والطلبة يخوضون معارك على أكثر من جبهة، قدموا الكثير من التضحيات وخاضوا مخاطر جمة، لكن في كل مرة يثبت المنتفضون بلسان حالهم ومقالهم أن الثورة مستمرة.